السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة عودة الرئيس هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد عام ونصف من الإقامة في الرياض وتأثير هذه العودة على المشهدين السياسي والميداني. هادي في عدن، خبر لطالما انتظره اليمنيون وكثيرا ما أصبح موضوع نقاشات في وسائل الإعلام، ما يعني أنه كان قضية محل خلاف أو هو ذاك بالفعل. عودة الرئيس هادي جاءت بعد زيارته إلى الإمارات وإطلاق عملية النصر الذهبي لتحرير الحديدة، وفي اليوم التالي عودة يرى فيها الكثيرون أنها ستأتي بتغيير على الوضع في اليمن، وخصوصا في العاصمة المؤقتة الواقعة بين كماشة صراع النفوذ بين الشرعية والإمارات. نتوقف عند تطورات هذا الموضوع لنناقشها في محورين: ما الذي يمكن أن تأتي به هذه العودة على الصعيدين السياسي والميداني، وهل ستكون عودة دائمة أم مؤقتة؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. الرئيس هادي في عدن، مما لا شك فيه أنه حدث ليس بالهين بالنظر إلى ظرف العودة وما سبقها من حجية ساخرة. على هذا النحو يمكن تفحص المشهد اليمني وفهم حجم التعقيد الذي يشوبه، فأن تعد عودة رئيس إلى بلده بمثابة انتصار تلك مشكلة، والمشكلة الأكبر أن يكون العائق أمام عودة الرئيس هو طرف خارجي جاء لنصرة هذا الرئيس. نعم، ذاك هو المشهد مجملا في اليمن، أما في تفاصيله، رئيس لجأ إلى دولة شقيقة واستعان بها لاسترداد شرعيته، ثم ما لبث أن تحول إلى رهينة لخلاف قادت إليه أطماع طرف مشارك في الحرب لمصلحة الشرعية، والمقصود هنا الإمارات. فما استطاع هادي العودة إلى عاصمته السياسية المؤقتة إلا بعد ذهابه إلى ولي عهدها وحاكم عاصمتها أبو ظبي محمد بن زايد، ثم تسنى له العودة بعد ذلك. كيف تمت العودة وما هي التفاهمات التي جرت خلال الزيارة ليس واضحا بعد، فقنوات السياسة العربية لا تتحدث بشيء سوى أواصر العلاقة بين الأشقاء رغم الشقاق الواضح. لكن ما هو خفي اليوم سيتضح غدا، فاستمرار الأحداث يعمل عمل السيل المتدفق، لا يطيل كثيرا حتى يخرج المطمور إلى السطح. مدة بقاء الرئيس في عدن وطبيعة تحركاته ستوضح كثيرا ما اتفق عليه في الزيارة، وهل ستغير عودة الرئيس من طبيعة المعادلة على الأرض في العاصمة المؤقتة، أم أن موازين الأمور ستبقى على حالها ويظل كل طرف في مكانه ومقامه حتى تفاهمات أخرى أو انتكاسة جديدة في العلاقة. كل شيء وارد، فما من واقع يدوم طويلا، خصوصا في بلد تتخطفه الحرب والأزمات. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير وعيد مبارك، كل عام وأنت بألف خير. أستاذ عبد الناصر، ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الناصر المودع، إذن إلى أن يجهز الأستاذ عبد الناصر المودع وبقية الضيوف. طبعا الرئيس هادي بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف في الرياض يعود إلى العاصمة المؤقتة عدن، عودة يعني انتظرها اليمنيون كثيرا، عودة ربما يتغير الكثير على المشهد داخل اليمن سياسيا وميدانيا. الكثير في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة كانوا ينتظرون هذه العودة بفارغ الصبر، علها يعني تصلح ما يعني حصل خلال السنة الماضية من اختلالات أمنية، من اختلاف في وجهات النظر، من تباين، من خدمات متردية. إذن عاد إلينا الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير وعام جديد، كل سنة وأنتم بصحة وعافية. كل عام أنت بخير، وإن شاء الله نشهد عام أفضل من العام الذي سبق بإذن الله. بداية أستاذ عبد الناصر، عودة الرئيس هادي إلى عدن بعد غياب دام أكثر من عام ونصف، برأيك كيف تقرأ هذه العودة في هذا التوقيت؟ يعني كما ذكر التقرير أنه يعود بعد عام ونصف، هذه هي الغرابة، وجه الغرابة أنه رئيس دولة يعود إلى بلده بعد سنة ونصف، وهذه تشير إلى أن هناك معضلة، هناك مشكلة، والمشكلة
يبدو هي أكبر من قضية خلاف مع الإمارات أو هي بنيت السلطة، بنيت هذه السلطة. السلطة هذه تمثلت منذ البداية بركاكة كانت سبب المشكلة الذي نعانيها في اليمن، وبالتالي كل هذا تفريعات من الركاكة الأصلية لهذه السلطة التي لم تمتلك الرئيس هادي، لم يمتلك المؤهلات لا الذاتية ولا الموضوعية ليكون رئيس الدولة، ونتيجة لذلك أوقعنا فيما أوقعنا إليه. وهذه ليست إلا تفصيلة من القضية الكبيرة والمشاكل الكبيرة. ألا تعتقد أستاذ عبد الناصر أنك تظلم الرئيس بما وصفته بأنه رئيس ضعيف وأنه ربما السبب في كل ما حصل اليمن؟ أين هي الأحزاب السياسية؟ أين من كانوا على هرم الدولة من الوزارات، من وزارة الدفاع، من جميع الفصائل في اليمن؟ لماذا نحمل كل شيء الرئيس هادي؟ المشكلة أنه هذه اتضح أن هذه أيضا هذه الأحزاب والذي قامت بثورة 2011 أنها كانت ليس لديها مشروع سياسي وسلمت هادي وكأنه رئيس قام بالثورة وكأن الثورة قامت من أجل هادي وليس لأن أنه كان رئيس توافقي، رئيس يفترض أن يظل محكوم بالتوافق، ألا يتخذ قراراته إلا بالتوافق من جميع الأطراف التي وقعت المبادرة الخليجية والتي أوصلته. هو لم يصل إلى السلطة عن طريق انتخابات حقيقية، هو وصل باتفاق الأحزاب وقالوا هذا هو مرشحنا وهذا هو الرئيس التوافقي، ولكن استطاع أن يشتريها، عين زعماء الأحزاب مستشارين وأرشاهم بالوظائف وبالأموال، وبالتالي حكم بدون معارضة. نعم، وهذه طيب. كانت الكارثة. نعم سيد عبد الناصر، حتى لا نأخذ في الحديث بعيدا، ربما هو نتحدث دائما في هذا الموضوع. نعم هي نقاط، هو التاريخ هو الأصل، هو جذر المشكلة، أن هناك مشكلة أصلية وهذه تفريعات، هذه التفريعات كلها لهذه المشكلة الأصلية. الآن إذا عاد الرئيس هادي أو لم يعد ستظل هذه إدارته الركيكة، إدارة المتسمة بالفساد والمحسوبية، الاحتكار والرغبة باحتكار السلطة للأقارب وللمحسوبين ولهذه الجهة ولهذه المنطقة، للجنوبيين أكثر من الشماليين، لأبناء أبين أكثر من أبناء عدن وهكذا. وبالتالي هذه السلطة الركيكة التي ليس لديها مشروع هي ضعيفة أمام الكل وتحديدا أمام دول التحالف. دول التحالف عندما وجدت هذه السلطة ركيكة ليس لديها قاعدة شعبية حقيقية، ليس لديها مشروعها، تعاملت معها وفق ذلك، لأنها لو وجدت قيادة حقيقية، قيادة مخلصة، قيادة نزيهة، قيادة لا تخشى أن يفتح لها ملفات، لأن قيادة مثل هذه لديهم ملفات لها، يعلمون تحويلات الأموال، طيب. أين ذهبت وأين المساعدات وغيرها، وبالتالي هذه القيادة تظل رهينة وخائفة من أن تتخذ قرارات شجاعة لصالح الدولة، وتظل متمسكة ومحافظة على السلطة مهما كان هذا الثمن عليها، على الدولة وليس عليها. نعم طيب، مع تحفظنا على كل ما قلت أستاذ عبد الناصر، وأنت أيضا وجهة نظرك نحترمها، دائما تقول ما تريد، لكن الآن إذا تحدثنا أستاذ عبد الناصر، هذا هو الرئيس، هذا هو الحاصل الآن في اليمن، وهذا هو الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو قدر اليمني على الأقل في هذه الفترة. برأيك الآن العودة إلى عدن هل ستصلح كل الملفات التي كانت غير مرتبة وغير منتظمة في المحافظات المحررة، على وجه التحديد في عدن، الملف الأمني، الملف الخدمي، أم لا؟ أولا أنا أتحفظ على كلمة قدر اليمنيين، هذه المصيبة، هو ليس قدرنا، هو القدر السيء. علي عبد الله صالح كان قدرنا، لماذا صرنا عليه؟ نعم. إذا كنا نتعامل مع بهذا المنطق، علي عبد الله صالح كان بيحكم في فترته، ضمن فترته الرئاسية، وتم انتخابه في انتخابات تنافسية بغض النظر عن
عن ما جرى فيها، وبالتالي هو ليس قدرنا. الرئيس السيء، الرئيس الذي لا يستطيع أن يدير الدولة، علينا أن لا نتعامل معه كأنه قدر لا فكاك منه. لا، هو ليس قدرنا، هو قدر السيء، وعلينا أن نتخلص من هذا القدر. ولهذا أعود إلى وهل الوقت الآن مناسب لصالح عبد الناصر كلما حصل الآن في اليمن؟ الحرب قائمة والبلد على كف عفريت كما يقول الكثير، هل هذا المنطق يعني وارد بهذه اللحظة؟ يا أخي، البلد هي لأنها على كف عفريت، لأنه هذا الرئيس هو تسبب في هذه الكارثة، وبالتالي لا يمكن أن يكون المتسبب بهذه الكارثة هو المخلص. هذا الرئيس هو الذي أدخل الحوثيين إلى صنعاء، هو الذي أوصلنا إلى هذه الكارثة الأصلية، وبالتالي من مصلحته أن لا يخرج الحوثيين من صنعاء، لأنه يدرك بأنه لو خرج الحوثيين من صنعاء الكل سيتخلص منه. هو يريد أن تبقى الحالة على ما هي عليه، وبالتالي من مصلحتنا الآن ومش الآن ومن قبل فترة بأن نبحث عن بديل. هذا الرئيس أتى باتفاق على الأحزاب، على القوى السياسية المناهضة للحوثيين أن تتفق على رئيس بديل، على حكومة جديدة، على نائب بديل يحل محله. نعم. لا طيب نقول الوقت غير مناسب، هو لن يوصلنا إلى أي وقت يكون نعم. مناسب ليتم فيه تغييره. طيب. هو سيظل يحافظ على بقاء الوضع الراهن الذي يظل الناس يقولون لي الوقت غير مناسب للحديث عن موضوع الرئيس وتغيير الرئيس. نعم. طيب، نشارك معنا في الحديث الأستاذ عبد الناصر، الأستاذ فهمي السقاف من عدن. مرحبا بك أستاذ فهمي، عيد مبارك كل عام وأنت بألف خير. حياك الله، وعيد سعيد علينا وعليك على المشاهدين. حياك، مرحبا بك أستاذ فهمي. نعم نعم أستاذ فهمي، الأستاذ عبد الناصر المودع يعني حمل كل المسؤولية وكل اللي حاصل في اليمن وكل المشاكل هو الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويعني مثل ما يقول يجب على اليمنيين أن يتخلصوا منه بأقرب وقت لأنه هو السبب في كل شيء. برأيك هل هذا الطرح منطقي وواقعي؟ لا شك أن الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس للجمهورية اليمنية، هو المسؤول الأول نعم، لكن ليس المسؤول الوحيد حقا، فيتحمل المسؤولية إلى جانب الرئيس هذه الأحزاب السياسية والأحزاب التنظيمات السياسية تتحمل المسؤولية هذه أيضا مع الرئيس هذه، لأنها ضبط مع الرئيس هذه دون قيد أو شرط أو حتى رؤية واضحة أو مشروع وطني لها واضح محدد. نعم للأسف الشديد، لذلك نجد الآن أطراف الصراع هذه كلها تتصارح فيما بينها داخل الإطار الواحد. مثلا انظر الى اطراف الشرعيه بشكل عام وهكذا، تجد انه اطراف الشرعيه من احزاب كوره سياسيه مختلفه كلها مصطنعه فيما بين البين وفيهم الرئيس. نعم. طيب استاذ فهمي، هل انت الان متفائل بعوده الرئيس عبد ربه منصور هادي وستصلح يعني ستصلح كل الاختلالات التي كانت حادثه في عدن والمحافظات المحرره خلال الفتره الماضيه؟ من المؤكد الحكم أو حتى التعبير، أنا لا أقول الآن لي متفائل، لكن أنا دعني أكون متشاعل بين المتفائل والمتشاعل في المنطقة، متشاعل. فبالتالي من المتذكر الحكم طبعا حول عودة الرئيس هذه إلى عدن وإلى آخره ومدى التغيير الذي سينجز. نحن حتى اللحظة طبعا هذه عبر قرابة عام تقريبا أو أكثر داخل السعودية، وفجأة زيارة إلى الإمارات وعودة إلى عدن. نعم نعم طيب، لا ندري ما الذي تم. نعم نعم نعم، نحن كمواطنين والمواطن اليمني عموما المواطنين والشعب اليمني عموما لا يدري ما الذي تم، ما الذي حدث. نعم طيب هنا مشكلة أيضا. نعم، يعني الشعب اللي هو صاحب المصلحة الحقيقية وفق الكل ولد الدستور اليمني اللي هو صاحب المصلحة الحقيقية لا يدري ما يجرى. نعم، يعني برأيك كان يفترض أن تكون هناك مكاشفة، ما الذي تم الاتفاق من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي الإمارات؟ هذه قضية وطنية يا سيدي، هذه قضية وطنية لا تخص فيها بعينها أو شخص بعينه. تم الخلاف بين الشرعية والتحارب، كان يفترض أنه وقد وصل الخلاف يعني بلغ الخلاف يعني مثلا أنه وصل إلى العلن مع مسؤولين في الحكومة وزراء وإلى آخره ضمن الشرعية، صرحوا يعني بالشكل واضح محدد أنه نعم منع الرئيس. طبعا الشعب اللي عارف انه الرئيس منع من الهبوط من طهران. نعم طيب، صرحات الامارات واضحه كانت تماما ولا زالت لم يتغير شيء، اللهم منع عوده الرئيس. نعم. على اي اساس تم الاتفاق او على ماذا اتفقوا؟ اي تسليمات تمت؟ لا احد يدري
طيب لا احد يعلم. طيب استاذ فهمي سنتحدث، ساعطيك المجال نتحدث عن هذه الجزئيه، لكن اسمح لي ان اعود للاستاذ عبد الناصر المودع من عمان. استاذ عبد الناصر، يعني الان يعني من وجهه نظرك الان بعد زياره الرئيس عبد الرب مصر هادي للامارات، ويبدو ان حدث هناك تفاهمات معينه وعاد الى عدن، برايك هل تم او طي صفحه الخلاف بين الشرعيه والامارات العربيه المتحده ام لا؟ يعني كما قال الاخ فهمي وانا ايده تماما، انه لم يتم مكاشفه الناس عن زيارته للامارات. اولا ما كان، لم يتم ايضا مكاشفه الناس بشكل مباشر من الرئيس المعني الاول بالمشكله، ان بس نسمع غمغمه من هذا الوزير او من ذاك، واحد يقول طفي الكاميرا وانا اتكلم، واحد يتكلم برموز. لماذا لم يتحدث الرئيس منذ البدايه لو كان واثق من نفسه، ولو كان يشعر بثقه حقيقيه بانه الرئيس الشرعي؟ لماذا لم يتحدث منذ البدايه؟ ما هي المشكله؟ لماذا منع، اذا صح انه منع من عوده عدن؟ وبعد ذلك عندما ذهب الى الامارات وكأنه يستأذن من الإمارات بأن يعود إلى بلده، يكاشف الناس، يقول ما هي المشكلة، ما هي الاتفاقيات. سمعنا عن أيضا نفس، لكن حتى لا نظلم مواقف الرئيس عبد الناصر، الرئيس كانت له مواقف يعني واضحة، وفي مسألة السيادة الوطنية، في مسألة التفريط بأي شبر من اليمن، في مسألة يعني أنصاف الحلول أمام الإمارات، كان يقف يعني ربما هو الكلمة الأخيرة له، وبذلك يعني كانت سبب المشاكل. سيادة. ما هو سبب الخلاف؟ هو يعني أي سيادة؟ سبب الخلاف أي هو موقف الرئيس الحازم. أي سيادة تتحدث عنها؟ والآن اليمن آخر من يعلم بالعمليات وتوقيتها وبنوعها هو الرئيس الجمهورية والمسؤول الحكوميين. يعني نكون واضحين، السيادة اليمنية فقدت تماما، وساهموا طبعا الحوثي هو المشكلة الأصلية، ولكن السلطة هذه الشرعية أيضا ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى أن تصبح السيادة اليمنية مخترقة بهذا الشكل. كان الجمهوريين في خلال الوجود المصري الذي كان وجود كثيف ويقاتل هو الجندي المصري أكثر من الجندي اليمني، لم يكن لهم نفس التدخل والسيطرة التي كانت في اليمن الشمالي سابقا، كما هو حال الآن دول التحالف. وهذا يرجع إلى أنه هذه السلطة لم تكرم نفسها حتى لا تهان. هذا هكذا يقال. في نهاية المطاف أستاذ عبد الناصر، في نهاية المطاف من يقاتلون هم يمنيون، ومن يقودون المعارك في الحديدة أو في كل الجبهات هم من اليمن، والهدف واحد هو إنهاء الانقلاب وطرد ميليشيات الحوثي. لا لا لا، لكن من يحدد الاستراتيجية، ومن يحدد الأهداف، ومن يحدد حتى نوعية القوات، ومن يسلح، ليس اليمنيين. واليمنيين الآن أشبه بأنهم أدوات بغض النظر. أنا مع التدخل الخارجي، مع التدخل دول التحالف، أنا هذا موقفي من البداية، ولا زلت وأشعر أنه لو لم يتدخل دول التحالف لواجهنا كارثة أكبر من قبل الحوثيين. نعم. لكن هذا التدخل كان ينبغي أن يرشد منذ البداية، كان ينبغي أن يكون له خطوط عريضة، كان ينبغي أن تكون هذه السلطة مطلعة على تفاصيل هذا التدخل، وليس هي تكون آخر من يعلم وتكتفي فقط بتوقيع بعض الشيكات والاستفادة من ثمرات هذا التدخل دون أن تتحمل مسؤولية ودون أن تتخذ هي القرار الصح. ولهذا العودة الرئيس إلى عدن أو عدم عودته لا أعتقد بأنها ستغير شيء، خاصة وأن الرئيس هادي، بل على العكس، الرئيس هادي أثبت لنا بأنه بارع في خلط الأوراق، بارع في فكفكة المفكك، وليس لديه براعة في البناء أو في التسوية الصحيحة. ولهذا وجوده في عدن ربما فقط يزيد الاحتقان هناك أكثر من أن يكون طيب. عامل بناء وعامل مفيد. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من عمان. وعودة إلى عدن مع الأستاذ فهمي السقاف. أستاذ فهمي السقاف، الأستاذ عبد الناصر يقول بأن عودة الرئيس إلى عدن ستعقد المشكلة ولن تكون جزء من الحل، ما رأيك؟ والله وصلت يعني من المبكر الحكم على كل، يعني كيف نضرب الرمل، من المبكر الحكم فعلا انه عودتها جزء من المشكله وليس جزء من الحل. الايام القادمه هي في حيله ان تجيب على هذا السؤال بكل تاكيد.
نعم. والأمر لم يطول. نعم. هل لمستم أي تغير أستاذ فهمي الآن مع وصول الحكومة والرئيس إلى عدن؟ كيف هو المزاج العام في عدن؟ كيف هو الشارع العدني؟ لا زالت الأوضاع يا سيدي كما هي في عدن. أيوة، القمامة ومياه الصحي مختلطة ببعضها إلى جانب مياه الأمطار. لا شيء تغير حتى اللحظة. الأوضاع لا زالت نفس السوق إن لم تكن ماضية إلى نسوة. لكن دعنا نتفائل خيرا ونرى ما الذي سيحدث في الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمين. ربما نكون متفائلين. نعم. طيب الان استاذ عبد الناصر، عفوا استاذ فهمي الثقافه، الان مثلما تم الاعلان بان الرئيس عبد ربه منصور هادي جاء الى عدن من اجل ان يقود او يشرف بصوره مباشره على معركه تحرير الحديده، باعتقادك هل سنرى زيارات للرئيس عبد ربه منصور هادي للجبهات؟ هل سيكون هناك تغيرا ما في هذا الملف؟ هذا الملف في تقديري تم حسبه في بدء الحرب او بدايه الحرب، يعني طبعا اكيد التحالف هو من يقوم بكل ما يدور على الارض. هذه ربما الاشراف على المعارك وهكذا اشراف معنوي من باب العلم للشيء بحكم انه رئيس الجمهوريه، لكن لا اظن ان له اشرافا مباشرا على ما يدور. ايوه، وان له كلمه الفصل او في ما يحدث، لا اظن هذا حقا. نعم. فالآن الأمر طبعاً في الحديدة يجري هوا بين القوى الإقليمية والدولية والجهة والشرعية، فقط وجودها من خلال المخاطبين، بعضهم تحت لواءها وبعضهم خارج لواءها أو طيب. خارج دائرة حتى الاعتراف بها هو صار. نعم. محمد صالح. نعم. النشاط المناهض لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة أستاذ فهمي كما كان في الأيام الماضية في عدن وبعض المحافظات المحررة، باعتقادك هذا النشاط المناهض هل سيختفي؟ هل باعتقادك الآن هناك رؤية موحدة للجميع؟ أتمنى، لكن حتى اللحظة يعني لا وجود أي مؤشر من هذا النوع. نعم، إلا خصومها للآخرين أو معارضيها الآن في حالة تراكمون أو صمت. طبعا الصمت هذا موعد له من قبل الإمارات، لكنه يعتمد ربما على عوامل أخرى أو يعتمد على ما تم الاتفاق عليه وإلى آخره. نعم. حتى اللحظة من المفتر الحكم طبعا أيوه. نعم. على المآلات التي سيقول إليها الشرعية وخصومها وإلى أي مسارات ستتجه. نعم. مبكر الحكم. نعم. يعني ما هو مؤكد بأن الإمارات ربما هي من تدير المحافظات الجنوبية على وجه التحديد عدن أو في الساحل الغربي، والمجلس الانتقالي المناهض للشرعية والحكومة، وإذا تحدثت أنا وأنت في حلقات سابقة وكنت تقول بأن الإمارات لو أرادت أن يعني تلغي هذا المجلس بشخطة قلم ربما ينتهي. هذا التقارب الآن الذي حصل بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والإمارات، باعتقادك هل ستتجه الإمارات إلى تقليص النشاط المناهض للشرعية في عدن وللرئيس؟ والله الإمارات قد تتجه إلى تقليص إما إبقاء وضع الشرعية كما كانت عليه أو إلى إتاحة مساحة أوسع للشرعية وتقليص خصوم أداء خصوم الشرعية وضمن لمصالحها طبعا. أيوه. نعم. فعلاً هذا الأمر قاعد. نعم. لكن كما قلت لك خلال الأسبوعين القادمة أو نلغوا الشهر القادم ستظهر الأمور في سنجرين. نعم. طبعاً أكثر وضوح. نعم. طيب أستاذ فهمي، سؤال أخير فقط، تابعنا وتابعت التفاهم والنشاط الأخير الذي حصل للقيادات الجنوبية في الخارج، وكانت ربما على مدى الشهرين الماضيين اجتماعات متواصلة في أبو ظبي، يعني هذه الاجتماعات بعد أن تمت حصلت المصالحة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والإمارات، كيف تقرأ هذا التصالح؟ هل يعني الإمارات وصلت إلى ربما طريق مسدود في يعني لم شمل القيادات الجنوبية لاختلاف آرائها، أم ماذا تقرأ برأيك؟ والله ممكن تقرأها في اتجاهين رئيسيين. نعم. يعني الاتجاه الأول أنه الإمارات يعني ربما من جماعتهم وهكذا فقط جواء للضغط على هذه سليم موقفه،
نعم. أو لاستخدام هؤلاء لاحقا ممكن. نعم أستاذ فهمي. نعم نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فهمي الثقاف المحلل السياسي، كنت معنا من عدن، والشكر أيضا للأستاذ المحلل السياسي عبد الناصر المدع كان معنا من عمان. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو الميت، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، عيد مبارك، كل عام وأنتم بألف خير.